اهلا بيكم مع كايرو بار. هنتكلم على جزئيه جديده بعنوان الجبريه عند هيوم. زي ما كلنا عارفين ان هيوم فيلسوف غربي كان ليه راي في مشكله الحريه الانسانيه او مشكله حريه الفعل الانساني. قبل نتكلم بس على جبريه هيوم، عايزين نفتكر ان في ادله انصار الجبريه قدموها لنا. من ضمن هذه الادله، واحد الدليل النفسي، اثنين الدليل الاجتماعي، ثلاثه الدليل الجسمي. واتكلمنا برضو في جزئية سابقة على ما هي الأسباب والعوامل التي أدت إلى نشأة جبرية هيوم. قلنا الانقلاب الصناعي، اتنين اكتشاف الحتمية في علم الفلك، اكتشاف الحتمية في حركة الأفلاك، اكتشاف الحتمية في علم الحياة، واتساع التفسير الآلي لسلوك الإنسان. دلوقتي هنتكلم على نموذج من الفلاسفة اللي كان بيقول بيه الجبرية. تعال نشوف أول عنصر في جبرية هيوم بيتكلم على. واحد، هنتكلم عن حاجة اسمها المعرفة البشرية. هيوم لما مسك المعرفة البشرية عند الإنسان حلل هذه المعرفة، عارفين وصل لإيه؟ وصل لنتيجة خطيرة جدا. إيه النتيجة ديت؟ قال إن مفيش ولا فكرة فطرية موجودة داخل عقل الإنسان. بمعنى إن هيوم هنا بيرفض الأفكار الفطرية. طب انا مدام حسب كلام هيوم بيقول لي مفيش عندك افكار فطرية، يبقى افكاري مالها؟ افكاري مش فطرية، يعني أفكاري مكتسبة من العالم الخارجي. يعني إيه مكتسبة من العالم الخارجي؟ يعني لما بشوف الشيء في العالم الخارجي أكون عن هذا الشيء فكرة، وبالتالي بتكون موجودة في ذهني أو في عقلي. يبقى هيوم رفض وجود الأفكار الفطرية وقال إن كل الأفكار مكتسبة من العالم الخارجي. طيب أنا هكتسب أفكاري من العالم الخارجي دي إزاي؟ هكتسبها من خلال الحواس. بمعنى لما شفت مثلا احمد وشفت محمد وشفت ياسمين وشفت نهى، كونت مفهوم انسان وهذه الفكره موجوده في ذهني. لما دقت طعم البرتقال، دقت طعم الفاكهه، كونت مفهوم عام عن كلمه الفاكهه. عارف بالظبط زي ايه؟ زي لما اقول لك ايه، انت شفت قبل كده القمر الصناعي؟ تقول لي لا ما شفتوش. اقول لك طب تعالى انا هوريك القمر الصناعي. هو ده القمر الصناعي. تقول لي هو شكله بقى عامل، هو ده اللي انت بتقول عليه كذا وكذا وكذا. فلما شفت الشيء كونت عنه فكره وحطيتها في ذهني هنا. يبقى معنى كده ان عند هيوم الاول الاحساس ثم الفكره. يبقى معنى كده ان عند هيوم اي فكره موجوده في ذهني لابد ان يكون لها مقابل حسي. يبقى معنى كده ان الاحساسات الماديه بتتحكم في الفكر المعنوي داخل العقل. الاحساسات الماديه زي ما قلت لك مثلا من خلال رؤيتي لفلان وفلان اكون فكره وبحطها في ذهني. ده اقول لك على مفاجاه. هيوم كمان ما رفضش وجود الافكار الفطريه بس، ده قال ان كل الافكار حتى الافكار الكليه حتى الافكار المجرده. يعني ايه كلمه افكار مجرده؟ زي مفهوم زي الصداقه مثلا. شفت اتنين مع بعض على طول ملازمين بعض 24 ساعة، كونت مفهوم عن الصداقة وحطيته في ذهني. تاني نقطة هيوم هيتكلم عليها بيتكلم على قوانين تداعي المعاني. احنا اتفقنا قبل كده ان مفيش افكار فطرية في ذهني، افكاري كلها بجيبها من العالم الخارجي. طيب هل ادراكي للعالم الخارجي دوت بيتم بعشوائية؟ لا طبعا. حسب كلام هيوم، حسب نظرية هيوم، بيقول لي ان ادراكي للعالم الخارجي بيتم حسب قوانين اسمها قوانين تداعي المعاني. ادراكنا للعالم الخارجي ليس عشوائي وانما يخضع لقوانين تداعي المعاني. زي ايه كلمة قوانين تداعي المعاني؟ زي قانون اسمه التشابه بين الاصل والصورة. اوريك صورة تقول لي ده بالظبط الصورة دي شبه صاحبي فلان. هو انا وريتك صورة صاحبك فلان؟ لا، بس الفكرة دي ندهت فكرة تانية. حتى قوانين اسمها ايه؟ قوانين تداعي المعاني. يعني كلمة تداعي الفكرة بتدعو بتنده فكرة تانية. التشابه بين الأصل والصورة. قانون تاني من ضمن قوانين تداعي المعاني عند هيوم وهو التلازم بين الزمان والمكان. زي لما اقول لك خط بارليف، بتفتكر حرب اكتوبر، في تلازم هنا ما بين المكان والزمان. ثالث قانون عند هيوم وهو قانون التسلسل، 2-4، تفتكر بقية اعمال لقيت الأعداد الزوجية. يبقى معنى كده إن هذه العلاقات تجعل معنى معين يؤدي بنا إلى معنى آخر مرتبط بها، وهكذا إلى ما لا نهاية. يبقى نخلي بالنا إن إدراكنا للعالم الخارجي عند هيوم بيتم حسب قوانين تداعي المعاني. طيب. نقطة جديدة عند هيوم هنتكلم عليها وهي مبدأ السببية. إيه المقصود بكلمة مبدأ السببية؟ السببية تعني أن كل ظاهرة تكون مقيدة بمجموعة من الشروط. بمعنى الظاهرة لن تحدث إلا بوجود السبب، علة ومعلول. السبب موجود الظاهرة هتحدث. عارفين هيوم بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن مبدأ السببية ده هو في حقيقته غير موجود في العالم الخارجي،
وإنما هو عادة عقلية خاطئة. يعني إيه كلمة عادة عقلية خاطئة؟ بيقول لي أنت تعودت عليها بعقلك ولكنها عادة خاطئة. ليه تعودت عليها ديت؟ أو إيه السبب إن هي عادة عقلية خاطئة؟ بيقول لي تكرار حدوث الظواهر آليا جعلنا نعتقد في وجود السببية. بمعنى أنت شفت الظاهرة التانية جت بعد الظاهرة الأولى، فاعتقدت إن الظاهرة الأولى هي سبب للظاهرة التانية، في حين أصلا إن مفيش علاقة ما بين الظاهرة الأولى والظاهرة التانية. يبقى عندي هيوم بيقول لي إن السببية عادة عقلية خاطئة جاءت نتيجة تعاقب حدثين وراء بعضهم، وهذا جعلنا نعتقد خطأ في السببية. فتكرار حدوث الظواهر آليا جعلنا نعتقد خطأ في وجود السببية. نقطة جديدة في جبرية هيوم بعنوان آلية وحتمية الأفعال الإنسانية. عارفين لما كنا بنتكلم على الأفكار الفطرية وهيوم رفضها وقال إن الأفكار مكتسبة؟ عارفين لما كنا بنتكلم على قوانين تداعي المعاني وهيوم شبهها بالجاذبية؟ عارفين لما كنا بنتكلم على مبدأ السببية؟ كل ده كان تمهيد لإيه؟ للعنوان ده، آلية وحتمية الأفعال الإنسانية. ترتب على كل ما سبق أن تكون الأفعال الإنسانية عند هيوم آلية. هيوم بيقول لي إيه؟ الحرية الإنسانية لا وجود لها. مفيش حاجة اسمها حرية إنسانية. إزاي يا هيوم؟ قال لي الأفعال الإنسانية ليس لديها القدرة على تحريك أعضاء الجسم. إزاي الكلام ده؟ يعني أنا أفعالي ما أقدرش من خلالها أحرك أعضاء جسمي، ما أقدرش من خلالها أقوم بفعل معين؟ قال لي لا، كل ده وهم، هي حرية مزعومة لا وجود لها. قلت له إزاي؟ إداني مثال. قال لي أنت سهران من امبارح ما نمتش طول الليل، دلوقتي مجرد ما هتشوف السرير اللي هيحصل هتنام تلقائي. يبقى فعلي هنا تم حسب ظروف جسمي، تم حسب ظروف. زي ما قلنا المثال في البداية، قلت المية في جسمي حصل لها ايه؟ نقصت لما عرقت ولعبت وكذا وكذا وكذا، رحت جريت ومسكت كوباية المية وشربت. يبقى افعال الانسان بتخضع لظروف جسمه، وافعال الانسان برضو بتخضع لايه؟ لادراكه للعالم الخارجي. زي ما قلت لك من شوية، انت شفت الشيء دوت فكونت عنه فكرة وحطيتها في ذهنك. يبقى الحرية الانسانية عند هيوم لا وجود لها. افعال الانسان بتتم من خلال واحد ظروف الجسم او ادراكه للعالم الخارجي. يبقى معنى كده ان الافعال الاراديه العقليه لا يمكنها ان تكون محرك للاعضاء الجسميه، وانما هي نتيجه نشاط الجسم والحواس. فالحريه المزعومه عمل الي تحكمه احداث محسوسه، ومعرفه البواعث تمكننا من التنبؤ بشكل الفعل، ومن ثم لا توجد اراده حره تختار، وانما توجد علاقات ضروريه. وبكده تكون خلصت جزئيتنا. نشوفكم في جزئيه جديده مع كايرو دار.